أيها الأحرار العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 2023، في 2023 لازم كلنا نترحم على الفنان الراحل عزت أبو عوف. عزت أبو عوف هو الفرق ما بين بني آدم واعي شايف قاري تاريخ كويس قوي ومتربي كويس، مش أراجوز. بس ايه اللي خليني اجيب سيره عزت أبو عوف النهارده؟ لازم اجيب سيره عزت أبو عوف النهارده، رحمه الله عليه وعلى الناس كلها بقى اللي ماتت. بس عزت أبو عوف تحديدا من دون خلق الله، واظني عزت لا ابا ولا جدا ولا هو ولا اخواته اخوان. الفنان الراحل عزت أبو عوف في 2013 طلع يحذر الناس من 30 يونيو وقال لهم كلمة غريبة قوي. قال لهم اتعلموا الناس اللي بتخطط على مدى بعيد، وقال لهم اصبروا 3 سنين. نيجي بقى للكلمة الأهم، اصبروا 3 سنين بدل ما نستنى 30 سنة. حضرات السادة، اتفرجوا على الفيديو ده في 2013 وترحموا على الفنان اللي كان سابق عصره واللي رؤيته كانت حقيقية. اتفرج على الفيديو ده. ماشي، بلاش 30 يونيو. ليه؟ اتعلموا من اليهود. اليهود فضلوا من ايام عبد الناصر بيرسموا على موضوع سد النهضة بتاع اثيوبيا، جم ينفذوه النهاردة بعد حوالي 50 سنة. رقد بشويش، استنى، هو فضل 3 سنين، استنى ال3 سنين دول عشان تبقى الشرعية معاكم، لكن هتتخانقوا من دلوقتي، هيحصل خناقة جامدة أوي 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 بدون داعي، لأن هم الصراحة معهم شرعية. لا، وقال استنى بدل ما نستنى 30 سنة، معلش مش كيو، قال نستنى 3 سنين بدل ما نستنى 30 سنة. جم ينفذوه النهاردة بعد حوالي 50 سنة. رقد بشويش، استنى، هو فاضل 3 سنين، استنى ال3 سنين دول عشان تبقى الشرعية معاكم، لكن هتتخانقوا من دلوقتي، هيحصل خناقة جامدة أوي 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 بدون داعي، لأن هم الصراحة معهم الشرعية. معلش، استنوا 3 سنين بدل ما تستنوا 30 سنة. النهاردة عايزين ناخد من كلام عزت أبو عوف ونتعلم من الإسرائيليين، نتعلم حاجة تانية غير التخطيط بعيد المدى. على فكرة مش عيب أبدا أنك تتعلم من أعدائك، ونستفيد من تخطيطهم ونستفيد من قراراتهم لو كانت صح لمصلحة بلدنا، مش عيب. خلينا نشوف نموذج من تعامل الإسرائيليين مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة اللي إعلام السيسي ليل نهار بيزلنا بيها. عارفين أن أنتوا إسرائيل فيها انتخابات حرة، اللي ما يعرفش يعرف بقى، إسرائيل فيها انتخابات محترمة مش موجودة في أي دولة عربية، حقيقة لازم نعترف بده. إسرائيل فيها ناس مسؤولين بيجوا بالانتخابات، ما حصلتش في دولة عربية من تاريخ نشأة الدول العربية لحد دلوقتي إلا في مصر في سنة واحدة بس، سنة الرئيس مرسي. الإسرائيليين جانا نتنياهو رئيس وزارة بالانتخاب الحر المباشر. أول ما جاء النهاردة أخذ مجموعة قرارات لحماية الإسرائيليين من الأزمة الاقتصادية، اللي هي بتاعت أوكرانيا وروسيا والقمح والحاجات دي اللي بنتزل بيها. خلينا نشوف نتنياهو اللي جاي بانتخابات حط خطة لمواجهة الغلاء وكبح ارتفاع إيه بقى الخطة؟ أدي الخبر أهو عشان ما تقوليش جبت الكلام ده منين. أهو اطلع بالخبر يا علي، نتنياهو، خطة نتنياهو لمواجهة الغلاء كبح ارتفاع الكهرباء والمياه والوقود. وفي التفاصيل يا حضرات، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية مش عارف بتسائيل مساء اليوم الأربعاء عن خطة الحكومة التي تهدف لمواجهة غلاء المعيشة عبر الحد من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتجميد إجراءات رفع ضريبة المسقفات الأرنونة. وبحسب الخطة اللي استعرضها نتنياهو في مؤتمر صحفي، فإن الإجراءات الفورية لخفض غلاء المعيشة ستؤدي إلى خفض الارتفاع المقرر في سعر الكهرباء بدءا من يناير الجاري من 8% إلى 2.5%، وتستهدف الحد من الزيادات المسجلة في أسعار المياه وضريبة مش عارف إيه والوقود. مؤتمر صحفي
ما راحش جاب ابراهيم نفخه ولميس شلق وقال لهم عربيات خضار، وكل شابين يقفوا على العربية كده قاضين على البطالة، مؤتمر صحفي. ما راحش قعد قال لواحد مش هسمح لك. خلينا نشوف ايه بقى خطة نتنياهو، دي صورته او دي صورة الخطة بتاعته. ادي خطة نتنياهو: تجميد زيادة ضريبة المثقفات دي لمدة عام، الغاء الزيادة الاخيرة في اسعار الوقود، خلاص لغاها، خفض سعر اللتر بعشرة اجورات، خفض الارتفاع الذي طرأ على اسعار الكهرباء بنسبة 70%، خفض الارتفاع على المية بنسبة 70%، الغاء الزيادة في سعر الكهرباء لحوالي 100,000 شركة كبيرة ومتوسطة من حمالية 300,000 مستحقة من الفئة المستضعفة. خطة. دور كده عم حسن، ما تدور كده يمكن تلاقي عربيات خضار، ما تدور كده يمكن تلاقي الجيش عند الإسرائيلي منزل عربيات، دور يمكن الداخلية منزلة لحمة عندهم في إسرائيل. خطة. طب يا ترى هل احنا عملنا زي الإسرائيليين حتى أو أقل منهم شوية لحماية المصريين من الأزمة؟ على فكرة إسرائيل برضو بتمر بالحرب الروسية الأوكرانية برضو، يعني مش بعيدة عن الكوكب ولا بعيدة عن مصر، عندها نفس الأزمة. بس الراجل حاطط خطة، ما قالش أجيب لكم منين، ما قالش احنا حاسين بيكم بس أعمل إيه، ما عنديش حاجة أعملها، أعلن عن خطة وخلاص. على فكرة ونجح يعني بشكل وزارة، خلاص شكلها، ما كان جنبه وزير المالية في المؤتمر ده. الحقيقة بقى العكس احنا عملناه، الحقيقة ان السيسي عمل كل حاجة تزود الأزمة على المصريين وتزود معاناتهم وفقرهم وتأثرهم بالأزمة العالمية، على عكس ما هو بيقول دايما. وتعالوا نعمل مقارنة بسيطة بالقرارات اللي كانت بين السيسي وبين نتنياهو، نشوف مين يكسب كده. شوف الجراف ده بتاع الأزمة الروسية، شوف كده جراف كده ما بين الاثنين، ادي السيسي، يا السقعان اللي انا دخلت عليه. السيسي زود الضريبه القيمه المضافه على السلع والخدمات في مايو 22. السيسي رفع الوقود 4 مرات خلال سنه. السيسي رفع اسعار فواتير المياه والصرف الصحي 40% في مايو 22. السيسي باع مصانع حكوميه وشرد الاف العمال. السيسي عمل صناديق خارج الموازنه تستقطع من المصريين، صندوق الزواج، صندوق العلامات الارهابيه، الخ. السيسي قام بتعويم الجنيه عده مرات، انخفض الجنيه 103% طبقا لسي ان بي سي عربي. السيسي طرح شهادات الادخاريه ب 18% في مارس اللي فات و 25% اول امبارح او الاسبوع اللي فات، فقد المصريين بسببها المليارات، البنك الاهلي وبنك مصر. السيسي ضيق على مزارعي الرز والقمح وشرى منتجاتهم باسعار بخسه. نشوف بقى العدو الأخ نتنياهو: جمد زيادة ضريبة المثقفات دي لمدة عام، إلغاء زيادة الوقود وخفض سعر لتر البنزين، خفض فواتير المية والكهرباء 70%. لا ده هو دي بيع كده، ألغى زيادة أسعار الكهرباء للشركات، منح عمالية 300,000 للفئة المستضعفة. ده الفرق بين السيسي ونتنياهو حضرات، واحد جاي بانتخابات وواحد جاي زي ما انت شايف كده، واحد جاء بإرادة حرة وواحد جاء على ظهر دبابة، واحد محدش بيغني يقول له انت رئيسنا انت زعيمنا ولا الكلام الفارغ ده ولا حسين الجسمي ولا الجو ده، وواحد هنا بيتغنى له ليل نهار ومحدش قادر يقول انت السبب. النتيجة لسياسات السيسي دي ان المصريين اصبحوا بيطحنوا حرفيا كل يوم، وبقى قدامهم طريق من اتنين للهروب من المشاكل، هو اكتر من طريق، انا هقولك على طريقة تالتة. المشكلة بقت كبيرة قوي، عنده طريقين تلاتة كده. طريق مثلا السخرية زي ما المصريين تعودوا في تاريخهم او طول تاريخهم زي كده، ده الطريق الاول، السخرية من اللي بيحصل بالمشاهد دي او بالفيديوهات دي. في طريق تاني بقى انهم يكسروا حاجز الخوف اللي جواهم ويصرخوا ويقولوا آه اللي بقت تتقال من واحدة قايلة السيسي، مدام مصرية ما سمعتش كلام عزة أبو عوف، اتساءت ورا الناس اللي اتساءوا. مدام مصرية كانت طالعة تغني للسيسي في 2013، كانت طالعة تقول له حرق دمهم يا سيسي، يا حرق دمهم.
النهاردة يا ترى بتقول كده؟ اسمعي. رسالة لرئيسي، رئيسي السيسي اللي محدش انتخبه قدي، ولا حد غيط له قدي، ولا حد زغرت قدي، وانا اللي كنت بقول السيسي عمهم وحرق دمهم. اول ما انحرقت حرقت دم انا، وما اتكلمتش الا ما الدنيا فاضت بيا قوي. قول لي نعمل ايه؟ انا من المنشية الصغيرة، من قرية المنشية الصغيرة، مركز كفر شكر أيوبية. يعني انا بقول وانا مش خايفة، بقول وانا انت جبت اخري، جبت اخري، خليت الخلق كلها جابت اخرها. وفايدة يا ريتو فايدة، مفيش فايدة. الخلق كلها عمالة تتكلم، والخلق كلها بتصور، والخلق بقت تصور. اللي عنده ازازة زيت دلوقتي بيعمل لها احتفال. وفت الفراخ 60 جنيه. انا بقى جوزي شغال على توك توك، ومعايا اربع عيال وقاعدة في شقة بالايجار، بدفع كهرباء ومية وغاز. هل التوك توك ده هيكفينا؟ اكل وشرب ومصاريف ودروسات. محدش راحم، محدش بيرحم اي حد. وانت فين من ده كله؟ انت فين؟ عرفنا انت فين؟ الخلق في كل حتة بتقعد تتريق عليا وبتكلمني وبتقولي انت اللي هيصتي وانت اللي زغرطتي. انا هيصت لك وزغرطت لك، وما قدمت التكافر وكرامة ما جاليش، قدمت في العبادة غير منتظمة ما جاليش. كل الخلق بتشمت فيا وبتفرح. ماشي يا حاجة. هي معلش يا علي، الحاجة قالت منين الأول؟ كفر شكر أليوبية صح؟ نسمع كده كفر شكر أليوبية كده، نسمعها من الأول كده. الست قالت إنها من كفر شكر أليوبية. رسالة لرئيسي، رئيسي السيسي اللي محدش انتخبه قدي، ولا حد غيط له قدي، ولا حد زغرت قدي. وأنا اللي كنت بقول السيسي عمهم وحرق دمهم. أول ما انحرقت حرقت دم أنا، وما اتكلمتش إلا ما الدنيا فاضت بيا قوي. المنشية الصغيرة، من قرية المنشية الصغيرة. مركز كفر شكر أليوبية. بس مركز كفر شكر أليوبية دي أصل ومنبع خالد يوسف. المنطقة دي بتاعت خالد يوسف. ما ممكن تكلمي الكابتن خالد يوسف يا مدام. بالمناسبة خالد هو اللي صور المظاهرات. بالمناسبة خالد هو اللي كان مناضل واحد من مفجرين 30 يونيو. ودلوقتي خالد بقى كويس قوي. خالد بقى كويس قوي يا مدام، اطمنك عليه. خالد بقى كويس جدا، وبيعمل مسلسل بتاع سره الباتع، هيتذاع في رمضان، فباركيله بقى. واحده تانية بتطالب بمكان عشان تشحت فيه بعد ما الكيلو الفراخ بقى او كسر 65 جنيه. ايه سعر الدولار ده؟ ها؟ حد يجاوبني، ايه سعر الدولار ده؟ نزلت اجيب فرخه للعيال، وقلت يا بنت حن عليهم لسه في اول الشهر كده قبل ما الفلوس تطير، هات لهم فرخه عيال غلابه برضه. رحت اجيب الفرخه لقيت الكيلو ب 65 جنيه. ايه الاسعار دي؟ الفرخه كانت بيضها؟ 65 جنيه ليه يا استاذ؟ قال لي ما تشوفي سعر الدولار يا ابله. طب وانا مين انا ومال سعر الدولار يا اخويا؟ ابص على سعر الدولار لقيته ب 28 جنيه. نهار احمر شويه ولقيته بيديني اشعار تاني، السعر بقى ب 30 جنيه. يا لهوي، شويه ولقيته 31 يا اختي. الكيلو 30 و18 قرش. يا لهوتيني يابا، الدولار يرد والاسعار تنط معاه واحنا ملطم على وشنا. جماعه بعد اذنكم، اللي يشوفنا في الشارع بعد كده ويشحت مننا، امانه عليكم تعرفوا ان احنا اللي بقينا شحاتين والله، وانتوا اللي بقيتوا ما شاء الله. احنا لابسين الحته اللي على الحبل يا اخويا انت وهو. وامانه عليكم لو لقيتوا حته جنبكم تاخدنا نشحت معاكم، بس بالدولار. أو لشاب تاني عنده فكرة إنه ينتحر بعد ما السيسي كفره في الدنيا والآخرة، زي الشاب ده كده. بص يا ريس، من غير سلام ومن غير كلام، أقسم لك بالله، أقسم لك بالله، وخدها من العبد الغلبان الفقير. الناس جابت جاز، الناس جابت جاز، ومش عارفة تلاقيها منين ولا منين. وأنا مش هعد، وأنا مش هعد، لان مفيش حاجه ما تتعدش. وانا لو قعدت اعد لك الحاجه اللي الناس ما بقتش قادره عليها ماديا، اقسم بالله محتاج فيديو 3 ايام، لان وصلنا لان رجول الفراخ رجل الفرخه بقت بفلوس. هل انت مستوعب؟ هل انت معانا؟ انت عايش؟
انت بني ادم زينا، انت موجود في مصر، القرارات اللي عمال تاخدها والفلوس اللي عمال تدينا بيها، وي 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 وي. انت معانا؟ انت يا ريس يا عبد الفتاح يا سيسي معانا؟ طب بلاش انت معانا، انت بني ادم شبهنا؟ يعني انت بني ادم شبهنا؟ يعني احنا كشعب مصري اقسم بالله لو واحد ماشي ولقى واحد بيقول جعان ومفيش في جيبه غير 5 جنيه هيطلعها، فهل انت بني ادم شبهنا؟ طب انت بني ادم شبهنا، احنا ما بنصعبش عليك، مفيش ولا واحد من الشعب المصري ده صعب عليك، ما خطيتش نفسك مره مكان اي مواطن غلبان يا راجل، ده الناس على الحرام من دين، الواحد عايز يموت نفسه، بس المشكله ان الانتحار هيودينا النار، هنموت كافرين، يعني كفرتنا في الدنيا وهنطلع له كافرين فوق، يعني اقسم لك بالله يا ريس لو الانتحار مكان حرام كانت الناس انتحرت، بس انا عايز اقول لك كلمتين حطهم حلقه في ودنك، انا لا هقول لك مبارك وانا هقول لك عبد الناصر، انا هقول لك واحد من عينتك، انا عارف الفيديو ده احتمال يبقى اخر فيديو ليا في التاريخ، فرعون بجلاله قدره، فرعون ربنا جابه الارض، فمهما كانت قوتك يا ريس، ومهما كان اللي ساندك، ومهما كان الجيش والشرطه معاك، ومهما كان في ربنا يستر عليك، لكن ده هدد بالانتحار. اسئله منطقيه، انت معاهم؟ انت شبههم؟ انت زيهم؟ كان يا ابني زيكم، كان مش لاقي ياكل، صدقني اسمع كلامي، كان مش لاقي ياكل، وهو اللي قال قعدت 10 سنين تلاجتي فيهاش غير ميه، بس المسؤوليه تبدل اطوار النفوس زي ما بيقول العقاد في عبقريه عمر. خلاص هو مش شايفك، واذا كان الراجل ده هدد بالانتحار فالكارثه ان في واحد فعلا انتحر. خلينا نشوف الجراف ده كده. قطعوا عنه الكهرباء شاب ينهي حياته بعد تراكم فواتير الكهرباء والديون عليه. شايفينه شغال في محل بتاع حاجات ليها علاقه بالموبايل والحاجات دي، يعني الراجل ده اكل عيشه محل اهو شواحن وكفرات وسكرينات. قطعوا عنه الكهرباء شاب ينهي حياته بعد تراكم فواتير الكهرباء والديون عليه. هتقول لربنا ايه بقى؟ ايوه الناس حالتها بقت كده. اللي جابت اكتئاب للغني قبل الفقير. اسمع الشيخ ده بيقول ايه كده. صحيح من الصبح لقينا وصل 30، بعد شويه بقى 31، بعد شويه يعني دلوقتي تجاوز ال 32 جنيه. لا شك ان ده بيجيب اكتئاب، يعني واكثر الناس هتكتئب الناس اللي معاها فلوس، يعني واحد راس ماله مثلا 100 مليون جنيه، هو لو الدولار رفع 10-15% هو خسر 15 مليون جنيه وقعد في بيته ما عملش حاجه. واحد بيستورد بالدولار مثلا، واحد عليه التزامات بيدفعها بالدولار، الناس دي حرفيا هتكتئب. بيبقى الموضوع بالنسبه لهم صعب جدا. الناس بقى اللي معهاش دولار ولا معها جنيه بيقبض مرتب على قد ظروفه كده وبيروح يشتري شويه الحاجات اللي نفسه فيهم او بيقضي مصاريف، ارتفاع الاسعار هيجيب له اكتئاب، كان نفسه يشتري حاجه، كان بيجهز بنته، كان بيعمل اي حاجه، الموضوع صعب جدا، استحاله تقدر تتجاوز الموضوع ده من غير ما تتضايق او تتعب. ولكن التأثير النفسي بقى، يعني الدولار هيرفع وينزل ويروح ويجي والاقتصاد، الظروف عامة ما فيش حد ليه يد فيها. فعلا زي ما الراجل ده بيقول كده، الأزمة طالت الغني والفقير، لكن الكلام بحذر. شفنا امبارح أحمد السقا وهو بيحط الصورة كوميكس كده لنفسه ولابس ظابط سايق العربية بجنون ومعاه واحدة في العربية وهو شال الصورة على طول. النهاردة الفنان هشام ماجد بيشتكي من الدولار برضو من بوابة الكوميديا، وكتب الكلام ده لمراته تقريبا وقال لها كل سنة وانت في نظري زي الدولار، بيفضل يعلى وعمره ما بينزل، أو بيفضل يغلى أو بيفضل يعلى وعمره ما بينزل. طبعا الناس علقت له على الجملة دي ومفيش منه في السوق، طلع 32 ونزل 27 29. بلاش الدولار، نصيحة مني خليك في الدينار الكويتي عشان الدعوة تدوم للأبد.
هو الراجل بيهني مراته مي كساب كل سنة وانت. الراجل بيهني مراته بس بيهنيها بشكل ذكي جدا. آه اللي ضيعت عمر المغتربين بعد ما شاء عمرهم ضاع ضاع تبخر في التعويم زي ما الست دي بتقول. احنا 11 مليون مصري احنا الجنسية المصرية عايشين في خير بنحط مدخرات من بلدنا ودي الهامان عشان ننزل بقى ونعيش ونعيش ولادنا وخلاص العمر بقاش فيه مسؤول ان انا عايشة تاني 40 سنة ما عنديش لا صحة ولا ام ولا طاقة اني اشقى عشان يبقى عندي مدخرات اقدر اعيش بيها وانزل اعيش بنتي بيها. مين قال كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ايه اصحى الصبح الاقي نفسي واخدة قلم على وشي؟ الدولار بقى ب 32 جنيه الدولار بقى ب 32 جنيه يعني كل مدخراتك في مصر بقت ورق. هجيب منين عمر عشان اعرف اعمل مدخرات تاني؟ مين مسؤول عنا؟ هنشتكيكم ربنا والله هنشتكيكم ربنا لكل مسؤول حسبي الله ونعم الوكيل. هنشتكيكم ربنا ما هي الغربة حراق منكم امبارح تدمر احلامنا. انت ما خليتناش نحلم احنا عايشين في كابوس اسوأ كابوس ممكن تعيشه. اسأل كل مغترب هيقولك احنا عايشين في كوابيس. انت عايشتنا في اسوأ كوابيسهم حسبي الله ونعم الوكيل والله احنا مشتكيكم ربنا حسبي الله ونعم الوكيل والله احنا مشتكيكم ربنا والله احنا مشتكيكم ربنا. اذا الحلول عند المصريين هي السخرية هي الانتحار او نشتكيكم ربنا. حد بعت لي قال لي ما تقول للناس تتبنى دعوة انك تقول للناس ان نتجمع كلنا في صلاة الجمعة وبقلب واحد ندعي على الراجل ده ربنا ياخده. والله حد بعت لي انا بتكلم جد حد بعت لي كده بعت قلت له او قلت له معلش يعني هو ربنا يعني الدعوات شيء جميل بس ربنا عايز الناس تشتغل. لو على الدعوات كان حاجات كتير اتغيرت. انت لازم تتحرك الدعوات لوحدها ما تعملش حاجة. خلاص قول اه واخلص. اه قال وصلت ان كاتب كبير ومشهور زي انور الهواري يطلع ويقول انه بقى يستغنى عن حاجات اساسية وبيحكي موقف لواحد من اصحابه جاب له سلع اساسية مساعدة ليه. تخيل اقرأ كده معايا انور الهواري بيقول من كام يوم كنت بددش مع صديق عن غلاء الأسعار وإن في حاجات بدأت أستغنى عنها وإني أمسك السلعة في إيدي وأقعد أفكر أشتريها ولا رجعها مكانها وإن زيت الزيتون بقت أسعاره فوق طاقتي وإني بعد ما حطيت الإزازة في التسويقة ثم عرفت سعرها عند الحساب رجعتها تاني وكلام زي كده كتير. تاني يوم الجرس الباب ضرب رحت أفتح لقيته باعت إزازتين زيت زيتون ومعهم شاي وقهوة ومكرونة وجبنة وعسل من الماركات اللي قلت له اني استغنيت عنها لارتفاع سعرها عن حدود امكانياتي. مفيش حل غير الناس تشيل بعضها على قد ما ربنا يقدرنا. تخيل كاتب زي ده صديقه وبعت له مساعده. امال الغلابه يعملوا ايه؟ الست بتاعت كفر شكر دي تعمل ايه؟ الست المغتربه دي تعمل ايه؟ بلاش انور الهواري. خلينا نروح لكاتب تاني من بتوع السيسي، واحد من اللي باعوا روحهم للسيسي للشيطان. واحد كنا ما هو سبحان الله الأزمة دي كشفت ناس. عماد الدين حسين كان راجل محترم جدا من ساعة ما الشروط ظهرت وأنا واحد أنا بكلمش عن الناس كلها أنا شايف أنا واحد شايف من الناس إن عماد الدين حسين راجل عاقل ومعقول. عماد الدين حسين عمال يطبل لأنه تعين عضو مجلس الشورى. عماد الدين حسين النهاردة مش قادر يفتح بقه فبيتكلم على مقال رائع جدا عن هموم المصريين. بيقول لك ما فيش اتنين مصريين بيقعدوا مع بعض إلا وتالتهم الكلام عن الأسعار. تخيل أهو آدي مقال عماد الدين حسين أو الصورة دي. ما الذي يشغل المصريين هذه الأيام؟ ما اجتمع مصريان هذه الأيام إلا وكان الحديث عن ارتفاع الأسعار ثالثهما. حتى الأغنياء والميسرون مهمومون بهذا الموضوع الذي يؤرق الجميع ولكن بنسب ودرجات مختلفة. وبيتكلم على الأزمة والتعويم الجنيه منذ مارس الماضي اللي فقد 50%. لا يا عماد فقد 103% مش 50%.
زميل بيحكي بقى عن زميل عنده في الجورنال بيحكي انه التقشف وصل بيه الى حد الاستغناء عن اكياس القمامة الغالية والاستعاضة عنها باكياس الفاكهة السوداء الصغيرة. زميل ثالث بيحكي عن رحلته كل يوم بين المولات والمحلات التجارية الصغيرة والكبيرة عشان يدور على كرتونة بيض بسعر معقول بعد ان كاد سعر البيض يلامس 100 جنيه. بيكلم على الدكتور الفقي الفقي بتاع لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، بيقول ان احنا كنا قاعدين في صالون او اوضه الضيوف في قناه الام بي سي ودخلوا علينا مجموعه ستات مع اطفالهم، دار حديث بيننا وبين بعض عن ميزانيه الاسره. اجابت السيدات الاربع كشفت عن مجهود السيدات المصريات في محاوله التكيف مع الاوضاع الجديده. البعض بدا البحث عن مورد رزق جديد او عمل اضافي او التقشف او تقليل النفقات او تغيير بعض الاصناف الغاليه باخرى اقل سعر. حضرات السادة، أنا بس يؤسفني أقول لكم على معلومة مهمة واحفظوا الكلام ده مني وكلام على مسؤوليتي أنا. للأسف إحنا بقينا في حرب، لا مش على الدولار، حرب على المواطن المصري. أيوة إحنا قدام بنواجه نظام يا حضرات ما تقولش ما فيهوش في قلبه ذرة رحمة. انسى القصة دي، ما تعملش زي الأستاذ عمرو بدري كده. بس خلينا نسمع عمرو بدر الاول واقول لك الكلام اللي هقوله على مسؤوليتي وانا اتحمل مسؤوليته. اسمع الاستاذ عمرو بدر كاتب بيتكلم على دي، مش حرب، دي حرب على السوق. بيقول ايه بقى؟ مأساة مرعبة. دي مش حرب على السوق الموازية، ده حرب على الناس اللي مش قادرين يعيشوا اصلا، عشان ببساطة لو مش قادر توفر الدولار في البنك والناس تقدر تشتريه يبقى حضرتك ما عملتش حاجة الا سحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة اكتر واكتر وارتفاع لنار الأسعار أكتر وأكتر. أما السوق الموازية فالدولار فيها هيوصل ل37 و38 ويبقى كسبت أكتر، وقاعدة بتضحك على الغلابة اللي مش عارفين يعيشوا حياتهم بقت سواد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خليكوا بقى اقف عند كلام عمرو بدري ده، دي حرب على الناس. على فكرة الكلام اللي بيقوله عمرو بدري ده كلام مهم جدا، وأنا هأثبت لك إن الكلام ده حقيقي. النظام ده بيحارب البلد، النظام ده جاي يدمر البلد حرفيا. انا هثبت لك ده عمليا دلوقتي. بس خلينا نشوف الكاريكاتير ده بتاع الفنان اللي لخص حال السيسي مع المصريين اللي كل يوم يخترع حيله عشان ياخد فلوسهم مش يخفف عنهم زي نتنياهو. الكاريكاتير ده الفنان حاطه كده ان السيسي بيبلع مدخرات المصريين، اهو ادي السيسي فاتح لسانه بقه اهو، وأرباح ال25 جيلوا الغلابة حطوا عنده الفلوس وهوب بلعها عبد الفتاح. نرجع تاني بقى حضرات للكلام بتاع عمرو بدر. ماشي، هاي الفنان ده والله تحياتي يا دكتور علاء، انت بصراحة لخصت الوضع كله. نرجع بقى الكلام عمرو بدر كده تاني، معلش يا أستاذ علي، أنا هثبت لك من الكتاب ده إن النظام ده جاي يدمر البلد. الكتاب ده موجود في الأسواق عند حضرتك، ده كتاب عقيدة الصدمة، والكتاب ده واخد جوائز كتيرة جدا وكتبها واحدة اسمها نعومي كلاين. الكتاب مشهور قوي عن تجارب دول زي بوليفيا والأرجنتين وشوية دول كده، الدول دي اتدمرت ازاي وازاي دمرها صندوق النقد الدولي وازاي دمرتها من يسموا بالشيكاغو بويز أو مدرسة شيكاغو. الكتاب اهو، كتاب اهو يا حضرات، أنا مش هجيب حاجة من عندي. عمرو بدري كان بيقول ايه بقى؟ معلش نروح لعمرو بدري ده، كان بيقول ايه بقى؟ بيقول دي مش حرب على السوق الموازيه، دي حرب على الناس اللي مش قادرين يعيشوا. اللي السيسي عمله يا حضرات من ساعه ما جاء انه دمر العمله المصريه، احنا مش هنعمل حاجه مع بعض غير ان احنا هنفتح صفحه 199 في الكتاب ده، اهي صفحه، انا اسف جدا ده ارتجال مني، 199 عبد الفتاح حسين خليل سعيد السيسي جاي يدمر البلد دي حرفيا، عمليا جاي يدمر البلد. اهو يا علي اهو عشان ما تتعبش معايا، اهي السيسي جاي يدمر البلد دي حرفيا يا حضرات، حرفيا. افتح صفحه 199 في الكتاب ده واقرا الجمله دي: احب ساكس ان يستشهد بتحذير كينز. كينز ده راجل بتاع اقتصاد اللي بيقول ما من وسيله ادق او اضمن لقلب ركيزه المجتمع القائمه غير الحط من قيمة العملة. عايز تدمر مجتمع، عايز تقلب كيان مجتمع، مش هتلاقي وسيلة أفضل
من الحط من قيمة العملة. فهذه العملية توظف جميع القوى الخفية في القانون الاقتصادي لصالح التدمير. في صفحة 199 في كتاب عقيدة الصدمة لنعومي كلاين، والكتاب ده مشهور جدا في العالم كله، ما من وسيلة أدق أو أضمن لقلب ركيزة المجتمع القائمة، ركيزة المجتمع القائمة عايز تدمرها عايز تقلبها، مش هتلاقي أسلم أو أقوى من الحط من قيمة العملة بتاعتها، نزل قيمة عملتها. فهذه العملية توظف جميع القوى الخفية في القانون الاقتصادي لصالح التدمير. صاد 199 يا جماعة، اهي الكتاب اهو. انا بقول الكلام عمرو بدر ده انا بأيده وعلى مسؤوليتي الشخصية ومن القراية من الكتب. هذا الرجل جاي يدمر، الرجل ده مش وطني، واللي حواليه على فكرة مدركين كده، اللي حواليه حضرات عارفين كويس جدا ان هو بيعمل كده. ولما نقعد بقى هنرد على ساويرس، لانه ساويرس اتكلم على شيكاغو بويز دول اللي هم مدرسة شيكاغو. الراجل ده جاي للتدمير مش للتعمير، دي خطة جهنمية جاي بيها الراجل ده عشان يدمر. وكان بيطبق مقولة ساكس ده، ما من وسيلة أدق وأضمن لقلب ركيزة المجتمع. المجتمع ده له ركيزة، أي مجتمع في الدنيا عنده ركائز. ما من وسيلة أدق لقلب ركيزة المجتمع غير الحط من قيمة العملة. فهذه العملية توظف جميع القوى الخفية في القانون الاقتصادي لصالح التدمير. الخلاصة حضرات وعلى مسؤوليتي، هذا الرجل جاي بمخطط مش هباء. المخطط للأسف شربته الست بتاع كفر شكر. المخطط للأسف تدمير البلد دي، جيبها على بلاطة. مين بقى حط المخطط؟ الله أعلم، قوة إقليمية زي أخواننا في الخليج، ممكن إسرائيل، ممكن قوة كونية، ممكن. لكن هذا الرجل لم يأتي اعتباطا ولا هباء منصور، ده جاي بخطة. كل الإعلاميين اللي حواليه مدركين اللي هو بيعمله، زي إبراهيم عيسى وخالد منتصر وكلهم معاه ومؤيدينه، كل دول مؤيدينه. لكن للأسف حتى الآن في مغفلين فاهمين أنه وطني، وفي ناس طيبة جدا فاهمة أنه ساذج وعبيط. هو لا ساذج ولا عبيط، هذا الرجل دارس كويس قوي هو بيعمل إيه. ما من وسيلة أدق لقلب ركيزة المجتمع غير الحط من قيمة العملة. نسمع بقى الراجل اللي قال له أنا هنتحر، الشاب اللي كان بيقول بيسأله بيقول له أنت منا؟ أيوة يا ابني هو كان منا، هو كان منا والله، كان زينا كده على باب الله، كان بيحلق في الجيش. أيوة والله كان واقف مش لاقي ياكل برضو يعني عادي يعني، لكن لما تم تجنيده للخطة دي اتغير. اسمع كلام الراجل ده وبيسأل السيسي أسئلة حقيقية، أنت منا؟ انت شبهنا؟ اسمعوا كده. اقسم بالله لو واحد ماشي ولقى واحد بيقول جعان ومفيش في جيبه غير 5 جنيه هيطلعها، فهل انت بني ادم شبهنا؟ طب انت بني ادم شبهنا، احنا ما بنصعبش عليك، مفيش ولا واحد من الشعب المصري ده صعب عليك، ما حطيتش نفسك مره مكان اي مواطن غلبان. يا راجل ده الناس على الخرام من دين، الواحد عايز يموت نفسه، بس المشكله ان الانتحار هيودينا النار، هنموت كفرين يعني، كفرتنا في الدنيا وهنطلع له كفرين فوق يعني. اقسم لك بالله رئيس لو الانتحار مكان حرام كانت الناس. الخلاصه يا ريتكم كنت سمعتوا نصيحه عزت ابو عوف، لان عزت ابو عوف كان ربنا كشف له حاجة كده هو شايفها لما قال لكم اسمعوا الكلام، بلاش استنوا 3 سنين بدل ما نستنى 40-30 سنة. الفيديو الأصلي موجود، لا ده احنا عزت بقى الله يرحمه هنعدي عليه ولا 100 سنة جاية، مش 30-40 يا علي. في الفيديو الكامل بيقول بدل ما نستنى 30-40 سنة أو 30 سنة، لا ده احنا هنستنى ولا 100 سنة جاية. يا ريتنا كنا سمعنا كلامك يا عزت. أنا سمعت كلامك. نسمع كده الفيديو الأصلي عزت بيقول إيه؟ اسمع كده. بشويش استنى، هو فاضل 3 سنين. استنى ال3 سنين دول عشان تبقى الشرعية معاكم، لكن هتتخانقوا من دلوقتي هيحصل خناقة جامدة أوي 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 بدون داعي،
لان هما الصراحة معهم الشرعية، وانتم الصراحة لكم حق او احنا لنا حق في ان احنا بنقول لا كفاية بقى. لو دخلنا في بعض هيحصل خناقة، هيحصل فيها دم كتير قوي. لو استنينا كده ثلاث سنين دول هيخلصوا هيخلصوا، ربنا يدينا ويديكم تطلعوا، ساعتها يبقى لنا كلام تاني. ده رأيي، خدوه وحطوا حوالي دايرة كده لغاية ما تعرفوا الكلام ده معناه ايه بعدين. بس والسيسي، والسيسي قال 30 سنة لو نزلت الدبابة الشارع، ولا 40 سنة. يا ريتنا سمعنا نصيحة، يا ريتكم سمعتوا نصيحة الراجل ده، ويريتي ويريت. لا السيسي مش هيتعلم من نتنياهو، لأن نتنياهو جايب انتخابات حقيقية. نتنياهو مش جايب أجندة خليجية ولا جايب أجندة خارجية عشان يدمر بلده. نتنياهو هم الإسرائيلي جابوه. ويريد كان عندنا حرية، حرية اختيار إن اللي بيحكم. أما السؤال اللي سأله الأخ ده بتاع أنت شبهنا، لا مش شبهك، ده فرعون. وانت قلت له في اخر الفيديو فرعون اللي كان شاء ربنا جابه الارض، انت ده فرعون وانت ضحيه الفرعون. لازم تعي القصه دي بقى، ولازم نتعلم بقى من الانجيل والتوراه والقران الكريم اللي حكولنا قصه الفرعون، ولازم نتعلم من التاريخ، ولازم نبقى زي عايزه تبعوث كده شايفين اللي قدام ايه. القصه واضحه جدا، ده الفرعون وانتوا ضحايا الفرعون. قصة قديمة قوي، أو على رأي الشاعر لما قال يا قصة قهر مكتوبة، يا قصة قهر مكتوبة على جبين اللي عايشينك، يا فتحة للشيطان حضنك ورفعها فوق فوق فوق. وأنا ابنك، أنا ابنك، أنا المغبون على حق، وفي سجونك أنا برضو كمان ابنك كمان مغبون. أنا ضحية لميت فرعون وميت طاغي، أنا المغدور مانيش باغي، أنا الأب اللي قتلينه بدم ضناه وتهمينه لمعتقلك وجرينه، بقيت أنا، بقيت فيكي أنا القاتل وأنا المقتول، هموت في العمر كم مرة، وأنا أصلا مانيش عايش ومش قاتل ولا مقتول، أنا المسروق، أنا المسروق ومتكلبش لسان وإيدين ومتغمي ومعمل عين، وسيئني في ساقية عيش، وفوق كله رفضين لي أقول آه أو أتوجع. أنا فيكي عايش مغبون، وكام مغبون كده فيكي راحوا قربان لطواغيتك وفرعونك، ينام مبسوط، مانيش ساكت ولا هسكت ولا هقبل لمماليكك تعيش فيكي وتتحكم في ايامك واولادك، عشان مملوك على عرشك يعيش مبسوط. ابوها اللقمه لو كانت غموسها الذل، ابوها العيشه لو كانت بكسره عين.